وقع من قبل الجماهير ومتابعي الشأن الرياضي في تونس الكل. خيبة أمل نوعا ما بالنسبة للجماهير، لكن على أمل التدارك في مباراة فرنسا. دونك ناخذ فكرة على أراء الجماهير التونسية، شنو صار اليوم في قطر من خلال مبعوثنا حمدي فريد. أهلا وسهلا ومرحبا مباشرة من قطر. مرحبا بك حسين، تحية ليك وتحية لكافة المستمعين. بالفعل حقيقة حسرة كبيرة اليوم صارت في ملعب الجنوب للجماهير التونسية، اللي جماهير التونسية اللي كانت معلقة كل الأمال على مباراة أستراليا. الناس الكل كانت تنتظر في المباراة هذه، خاصة حسام أنه الحقيقة ما كناش طامعين لا في الدنمارك لا في فرنسا، يعني كنا طامعين كان في المباراة هذه، مباراة هذه لكن للأسف خذلونا الملاعبية، خذلونا الإطار الفني بالاختيارات، الحقيقة خلونا في حسرة كبيرة. سينو حمدي، الحقيقة رينا حسرة كبيرة من قبل الجماهير التونسية اللي كانت تابعت المباراة، والصور كنت بعثهم لنا أنت يعني حمدي كنا نزلناهم. الحقيقة يعني خيبة أمل أصابت خلينا نقولوا متابعي المنتخب الوطني التونسي والجماهير اللي كانت تنقلت لقطر، أو الجالية التونسية اللي موجودة في قطر. ما بعد المباراة شنو صار، شنية ردود الأفعال من قبل الجماهير؟ يعني حسام انت انسان تمعش وتمعش وتعيش في حلم وبعد تجبد بيه، يعني اكيد باش تكون صدمه كبيره للجماهير التونسيه، صدمه كبيره الحقيقه عاشتها الجماهير سواء في الملعب، وممكن استوعبت الصدمه ذي خارج الملعب، ناس تبكي، ناس حزينه، ناس روحت لديارها، ناس ما تحبش تكون يكلمها، ناس نسيت حتى محطه المترو، محطه الكار، يعني كملت في الطويل، ناس هيمه حسام، ناس هيمه مش فاهمه حتى شيء، يعني عبيد يعلم بها كان ربي اللي ماخو قرض واللي خدم عام كامل وجاي لنا واللي جاي يشجع واللي جاي يحب يفرح. نحن ناقصين فرحة حسين، ناقصين فرحة، يعني الشعب التونسي ناقص فرح. نحن عنا مشكلة في حاجة اسمها فرح. الفرحة وليت يا أخي صعبة للدرجة ذي، أنه بش يفرحونا يسيرها برشة، يعني الفيديو موجود على الباج الحياة فيهم، يعني تدخل معايا واحد من الجمهور قال لي يا أخوي 11 راجل ضد 11 راجل يستنوا فيك 10 ملايين منهم 50,000 بحذيك لهنا في قطر جايين يشجعوا فيك. ما تنجمش تخارع، ما تنجمش تقلع ماتش، شو بتحكي لي حتى حكاية، لا تقول لي فرص، لا تقول لي كرة عكست، لا تقول لي حظ، لا تقول لي طقس سخون، لا تقول لي رانا تعبنا في ماتش، شو ما تحكي لي حتى حكاية. انت السوفر كنت نجم تاخذه من الجماهير الكبيره العزيزه الغاليه اللي كانت حاضره في المباراه، يعني هذا اللي في قطر خلي اللي في تونس. يعني شاهدت زاد العباد قاعده تستنى، الكل الناس بطلت القرايه وبطلت الخدمه وشدت التلابس من 11 نتاع الصباح تتفرج على المنتخب، والناس الكل ما في اكبر متشائم ممكن في تونس يقول لك نخرج بنقطه التعادل، ما فما حتى انسان عطاه. هو كان مفتاح المرور باش يكون اليوم، وكانه كان مفتاح المرور اليوم للدور الثاني. مش هو مفتاح المرور ماركي بونتوك سيئت، رشحت فرنسا ربحت الدنمارك في المباراة اللي بعد تونس سهلة، انه الدنمارك نقطة انت 4 نقاط، سكر الكتاب تعادي على روحك، فرنسا مش تلعب لك دوزيام ايكيب في الماتش الغراني، يعني تربح ماتشوك سيئ، واستراليا تنجم تقلع ماتشوك حتى مع الدنمارك خاطر مش تلعب النادي بالضبط. كنت تسكر موضوعك اليوم، تسكر الموضوع وتتربح على روحك، تفرح جمهورك، تمشي فرحان، تمشي فرصة تاريخية، تكتب اسمك من ذهب، الملاعبيه هذوما يتحطوا ليستا تكتب اسمائهم من ذهب في تاريخ كره القدم التونسيه وفي تاريخ الفرحه التونسيه ككل ناحيه كره القدم على جنب. اليوم عاش لعبه تخم فيها ككره قدم، ما عاش تخم فيها كرياضه، اليوم ولات تخم فيها كمتنفس، عباد مخنوقه تحب تتنفس، عباد يعني نحن نعيشوا في حاله صعيبه في بلادنا، نشوفوا في الظروف الاقتصاديه الصعبه، نشوفوا في الناس تعاني من كل النواحي، سواء في البنيه تحتية سواء في قطاع الصحة سواء في قطاع التعليم، يعني نعانيه من كل النواحي. تجي أنت نهارة اللي بغضتنا في 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 فرحة، بغضتنا في ضحكة، بغضتنا في الصغيرات باش ينقزوا باش يفرحوا باش يفتخروا. اليوم التوانسة روسهم اللوط، اليوم كتتعدى بجنب سعودي وقطر مستانسين ملوك لهنا في قطر، اليوم راس كلوت، اليوم دانكس راس كلوت، مش تقوله مش تقول له الغالب عملنا على رجال خذلونا جبدوا بينا، مش تحكي له، ما حتى كي يسألك سؤال كي يجيك يقول لك اش بيكم اليوم، اش بيكم ما لعبتوش، معليش عملتوا كيك اليوم، مش تقول له حسين، ما عندك ما تجاوب الا انه تحس انسان قهره كبيره، قهره باتم معنى الكلمه، حسوا هنا
ربي يهديهم ما نقول حتى كهو شيء. كهو جاتهم كهو فرصة هذا هو تاريخية حسين، هذا هو حبوا كانوا ينجموا يعملوا مخير، الله غالب، هذا هو هذا اللي صار، هذا اللي كتب. قعد أمل ضعيف جدا ضد المنتخب الفرنسي، نقولوا كبشوا فيه. ان شاء الله ان شاء الله منتخبنا منتخب المفاجآت، يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ليش ليه يفرحونا ضد المنتخب الدنماركي، يكونوا رجال على الاقل يتبعوا السعوديه يخلعوا ماتش من ان شاء المونديال. الله ان شاء الله يا ربي. شكرا لك يا حمدي، ان شاء الله الجاي خير بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، بالذات مباراه وحيده امام المنتخب الفرنسي. ان شاء الله مباراه يعني نلعبوا الند للند ضد فرنسا، وان شاء الله نتاهلوا للدور الثاني ونكتبوا يعني الاسم من ذهب وندخلوا للتاريخ من اوسع ابوابه. سينا، وصلنا لنهايه حصتنا بالنسبه لليوم في برنامجكم روندي جون. شكرا لاختياركم راديو الحياه فام، شكرا لحسن المتابعه، تحيه كبيره برشا لجنود الخفاء، احمد المخلوفي في الاخراج التقني، سيف الدين بولعريس في الاخراج الرقمي. بعد شويه موجز الاخبار مع نصر الدين حميده.